تكنوز. في تكنوز لليوم نحكيو على الريزو سوسيال تويتر اللي ظهروا فيه المدة الأخرى بلوزيور تويت من كافة أنحاء العالم فيها تشكيات من مستعمليه اللي قالوا إنهم صارت لهم مشاكل من نوع إنهم ما نجموش يحلوا الابليكاسيون تويتر وكاريمو ما نجموش يدخلوا لتويتر الشخصي متاعهم ومشاكل أخرى في خاصية الغشاش على لي تويت وعرض لي زانفورماسيون بيرسونيل متاع لي تويتر. برشا مواقع رسمية مختصة في رصد حالة تويتر أكدت الخبر هذا وقالت إنه صار بان كبير في تويتر في المدة الأخرانية وصل حتى كش النصف ساعة. وأشار زاد الموقع المعروف داون ديتكتور إنه تويتر يعاني من خلل وتعطل خدمته في مدن شمال شرق أمريكا في البحرين وقطر وفي أمريكا اللاتينية. هذا شنو كان عنا في تكنوز لليوم. لطيفة تقولكم باي. تكنوز.